بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 70 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك. عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يشكو شيخ صالح من اختلاف العلماء، فهل من كلمة في بداية هذا اللقاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اختلاف العلماء على نوعين. النوع الأول الاختلاف في الأصول والعقيدة، وهذا أمر لا يجوز، لأن العقيدة يجب أن تكون محل إجماع، لأن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وهذا لا اختلاف فيه بحمد الله، لأن العقيدة توقيفية، ليست من مواطن الاجتهاد والاختلاف، وإنما تتلقى وتؤخذ من الكتاب والسنة، ويجب الاجتماع عليها وعدم الاختلاف فيها. وأما الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط فهذا لا حرج في الاختلاف فيه، لأنه يتبع مدارك الناس واستعدادهم العلمي لفهم المسائل من الكتاب والسنة، وكل يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم والاستطاعة ما يختص به، فلا بد من الاختلاف في مسائل الاجتهاد، ولكن الواجب العمل بما دل عليه الدليل من اجتهادات العلماء، فينظر في اجتهادات العلماء وتعرض على الأدلة أما ظهر معه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف الدليل فإنه لا يعمل به. المدار إذن على الدليل من ناحية العمل، أما من ناحية الاجتهاد والاستنباط الذي عنده مقدرة وعنده مؤهلات علمية للاجتهاد والاستنباط لا بأس أن يجتهد ويعمل بما توصل إليه اجتهاده وترجح لديه فهمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في المسائل الفقهية كان موجودا في عصر الصحابة ومن بعدهم، ولم يعد بعضهم على بعض، ولم يوجب هذا الاختلاف بينهم، ولم يوجب هذا الاختلاف تباغضهم أو تنافرهم أو تقاطع بعضهم من بعض، بل كانوا إخوة مجتمعين ولو كانوا مختلفين في بعض المسائل الفقهية، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن كما ذكرنا العمل على ما قام عليه الدليل أو ما ترجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ماذا تقول عند زيارة المقابر؟ تقول ما ورد في الأدلة من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقابر يستقبلهم بوجهه ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور أو يا أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وإن دعا بغير هذا الدعاء فلا بأس، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو إذا زار قبرا معينا يقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو بما تيسر: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تب عليه، وما أشبه ذلك من الأدعية الشرعية، فهذا شيء مستحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز
أن تصوم عن الميت؟ صيام النذر هذا ورد به الدليل، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. أما صيام الواجب بأصل الشرع وصيام رمضان صيام الكفارة هذا محل خلاف بين العلماء، وإذا صامه عنه فلا بأس بذلك، إذا صام عنه قريبه أيام من رمضان تركها أو صام عنه كفارة القتل أو كفارة الجماع في رمضان أو كفارة الظهار إذا صام عنه وليه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أخطأت في حق أمي وأبي وماتوا وأنا هاجرهم فهل يغفر الله لي في حقوق الأموات إذا استغفرت؟ حقوق الآدميين لا تغفر إلا إذا سمحوا، إذا سمحوا عنها، فإذا كان عندك حق للمخلوق فإنه لا يسقط عنك إلا بأدائه أو بمسامحة صاحبه، ولكن من مات وعليه أو من مات وله عليك حق فإن كان هذا الحق ماليا فإنك تؤديه إلى ورثته، وإن كان هذا الحق غير مالي يعني تكلمت في عرضه أو في أو اعتبته أو ما أشبه ذلك فإنك تستغفر له وتدعو له وتتصدق عنه لعل الله سبحانه وتعالى يخفف ذلك عنك. ومن ذلك حق الوالدين هو حق مخلوق لا يسقط إلا بمسامحتهم، ولكن إذا دعوت لهم واستغفرت لهم بعد موتهم وتصدقت عنهم وحججت لهم حج التطوع أو حج الفرض إذا لم يكونوا حجوا على أنفسهم فإن ذلك من برهم، وكذلك إذا سددت الديون التي عليهم ونفذت وصاياهم التي أوصوا بها على الوجه المشروع فإن ذلك من برهم والإحسان إليهم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف بالإمكان أن تبرر الميت؟ وهل كثر روحه معلومات من الدنيا بأن ابنه فلان قد قرأ القرآن عن روحه وأهدى ثوابه إليه؟ البر بالميت الاستغفار له والدعاء له تصدق عنه، هذه أعمال يصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولما سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت أفيتصدق عنها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه، فهذا مما يصل ثوابه إلى الأموات: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج أو العمرة، كل ذلك يصل ثوابه إلى الأموات، لأن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن والده أنه أدركته فريضة الله حج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة أفيحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لو كان على والدك دين هل كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقل الله، الله أحق بالقضاء، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعمال إذا تقبلها الله يصل ثوابها إلى الميت بإذن الله. وأما أن الميت يعلم بذلك، الميت يعلم بأفعال أقربائه وأولاده، يصل إليه خبر ذلك وعلمه وهو ميت، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. الأموات يشعرون بأعمال أقاربهم وأولادهم ويسرون بالحسن منها ويستاءون بالسيء منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفن ورقة مكتوب عليها استغفار في قبر الميت؟ هذا لا يجوز، هو من العبث ومن البدع المحرمة ولا تنفع الميت. هل يجوز أن تعتمر عن الميت وعن نفسك في زيارة واحدة؟ العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، إما حي وإما ميت، لا يشرك في العمرة أو في الحج لا يشرك فيها أكثر من واحد، وإنما يعتمر عن كل شخص العمرة مستقلة سواء كان حيا أو ميتا. جزاكم الله خيرا. فيما إذا اعتمر عن نفسه شيخ صالح ثم خرج إلى الحج وهو في مكة المكرمة واعتمر للقريب له متوفى، ما هو تقديركم؟ هذا جائز ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالعمرة في سفر مستقل.
أن يأتي بالعمرة من سفر مستقل، سواء كان لنفسه أو لغيره. أما إذا خرج من مكة إلى الحل وأحرم بالعمرة ودخل، فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، كانت في مكة وأعمرها أخرجها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم فأحرمت بالعمرة، فدل هذا على الجواز. لكن الأكمل والأفضل والأولى أن يأتي بالعمرة بسفر مستقل. جزاكم الله خيرا. قد يشق على بعض الناس شيخ صالح نظرا لبعد المسافة أو للتكاليف المادية وما أشبه ذلك، هل من كلمة؟ قلنا إن هذا جائز الحمد لله، فإذا فعله كان جائزا. لكن ما يفعله بعض الناس اليوم من كثرة التردد للعمرة في اليوم الواحد في زمن متقارب، فهذا يكره عند العلماء، يكره الموالاة بين العمرتين في زمن متقارب. لا. سواء كان للشخص أو لغيره، سواء كان للشخص أو لغيره، الموالاة بين العمرتين في زمن متقارب بل قد يكون في ساعة أو في يوم، هذا مكروه. جزاكم الله خير. وإلا الجواز الأصل أنه جائز الحمد لله. هل تقدرون الفاصل الزمني شيخ صالح بين كل عمرة في عمرة؟ الفاصل الزمني ليس له تحديد بين، لكن من الصحابة من يرى أنه إذا نبت رأسه وصار فيه شعر محلق. طيب. نعم. طيب. هذا مخرج سليم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أخانا من الأردن في حلقات قادمة، وذلك لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى فمعذرة. قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وأنه قال أيضا ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل إزارة. والعادة في بعض المناطق لبس الإزار مسبلا، فما هو التوجيه شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي قرأته ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الإسبال والوعيد على ذلك، لأنه من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم المسبل، والإسبال أن ينزل اللباس عن الكعبين، ينزل اللباس عن الكعبين سواء كان ثوبا أو إزارا أو بشتا أو بنطلون أو غير ذلك، سراويل يعني، ما نزل عن الكعبين بالنسبة للرجل فهو إسبال متوعد عليه بأشد الوعيد. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، والإزار والثوب سواء في هذا كل اللباس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: قرأت في كتاب عن شروط صلاة الجماعة أنه لا يصرف أن يكون المأموم إماما، ولا يصرف لمصل خارج الصلاة أن يقتدي بأحد فاتته ركعة أو أكثر، لأنه كان مأموما فلا يصرف أن يكون إماما، فإذا صار أحدهما مأموما بطلت صلاة المقتدى به. ما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ نعم، هذا الموضوع فيه كلام لأهل العلم، وأن المأموم لا يكون إماما إلا في مسألة الاستخلاف، إذا استخلفه الإمام، إذا ناب الإمام شيء في صلاة يستدعي خروجه منها واستخلف أحد المأمومين فلا بأس بذلك، كما استخلف عمر رضي الله عنه لما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى الناس بقية أكمل بالناس الصلاة، فلا بأس بذلك، إذا استخلفه الإمام فلا بأس بذلك. أما إذا صار إماما بدون أن يستخلفه الإمام فهذا هو محل البحث ومحل الخلاف بين العلماء، فالأولى تجنب هذا الأمر خروجا من الخلاف واحتياطا للدين، فلا يكون المأموم إماما في غير مسألة استخلاف الإمام له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سؤال آخر يطلب لو تكرمتم الحديث عن قيام الليل. قيام الليل من أفضل صلوات النوافل، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا صلى المسلم من آخر الليل ما تيسر له تعرض لهذه المناسبات الكريمة والنفحات العظيمة
حري أن يحصل على الخير الكثير. الله تعالى يقول في وصف المتقين: إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على فضل قيام الليل، وهو داء الصالحين ومكفرة للذنوب وداء وطرد للداء عن الجسد، كما جاء في الحديث: قيام الليل فضله عظيم وخيره كثير، فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل ولو قل، كل ما كثر فهو أحسن، ولكن ولو قل فإنه لا يحرم نفسه من قيام الليل، وخصوصا في آخر الليل وقت النزول الإلهي وفي الأسحار، فإن هذا مظنة الإجابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في بعض الأحاديث أن لكل يوم من أيام الأسبوع صلاة، فهل ذلكم صحيح؟ صلوات الخمس اليوم والليلة لا بد منها، صلوات الخمس التي فرضها الله في اليوم والليلة لا بد منها، كذلك صلاة الجمعة لا بد منها للمسلم، أما ما زاد عن صلوات الفرائض فهو من النوافل، والإكثار من النوافل فيه أجر عظيم وخير كثير، فيصلي المسلم من النوافل ما تيسر له في الليل وفي النهار إلا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وآكد النوافل الفواتف التي مع الفرائض: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، أو أربع ركعات بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر بعدما يطلع الفجر، هذه تسمى بالرواتب، هذه آكد النوافل. وكذلك الوتر من الليل، هذا من آكد الرواتب، من آكد النوافل، بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر محب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: الوتر حق على كل مسلم، يعني متأكد. فهذه النوافل مجالها واسع، صلاة النافلة مجالها واسع في الأيام، صلاة الضحى وصلاة الليل، تحية المسجد، الرواتب التي مع الفرائض، القنوت، الوتر، صلاة الوتر، هذه كلها من النوافل المستحبة، وبعضها متأكد وبعضها مقيد وبعضها مطلق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنه سبق شيخ صالح أن عرض مثل هذا الموضوع في حديث وقلتم إنه موضوع: من صلى يوم السبت فله كذا، ومن صلى يوم الأحد كذا ركعة فله كذا من الأجر. هذا لا، ليس عليه دليل، وهذا الكلام ليس حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تخصيص الأيام بصلاة معينة، نعم، هذا ليس عليه دليل، ولكن كما ذكرنا الأحاديث وردت في النفل المطلق والنفل المقيد، وفصلت النوافل ويرجع إليها في ذلك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح بعض الحديث عن أوقات النهي، جزاكم الله خيرا، وهل يجوز لمسلم أن يصلي في تلك الأوقات لعذر من الأعداء؟ أوقات النهي كما جاءت في الأحاديث: من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فلا يصلى إلا راتبة الفجر وصلاة الفجر فقط، بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا راتبة الفجر وصلاة الفجر، ثم يمتنع عن صلوات النوافل إلى أن ترتفع الشمس، وكذلك عند قيام الشمس وهو توسطها بكبد السماء إذا كانت على الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب ويبدو الظل إلى المشرق، فحينئذ لا بأس بالصلاة نافلة أو فريضة. أما وقت توسط الشمس في كبد السماء وانتهاء الظل فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذا ليس فيه صلاة نافلة، منهي عن ذلك. وأما الفرائض الفائتة إذا فاتته فريضة نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها فإنه يصليها في أي وقت ذكرها أو استيقظ من النوم ولو كان في وقت نهي، تقضى الفرائض في أوقات النهي لا مانع من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك صلاة ركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان بالبيت سبعة أشواط سواء كان هذا الطواف فريضة أو نافلة فإنه يصلي ركعتين ولو كان في وقت نهي، لأن ركعتي الطواف يصليان في أي وقت. وكذلك عند المحققين من أهل العلم: تحية المسجد، إذا دخل المسجد فإنه يصلي
يصلي ركعتين عند المحطتين من أهل العلم ولو كان ذلك وقت نهي. عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات ظاهر الحديث. وكذلك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى على الصحيح ولو في وقت النهي، إذا حصل الكسوف فإنها تصلى كما لو كسفت الشمس بعد العصر فإنها تصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف إذا رأيتم منهما ذلك يعني الشمس والقمر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فعلق الصلاة بحصول الكسوف في أي وقت كان. وهذا ما يسميه العلماء بذوات الأسباب، فإنها تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت على الراجح من قولي العلماء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم لإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.